تأخر فريقه، لكن الفيصلي قدم مواسم سابقة تستحق من أن يستمر في التشجيع. الكرة العالية رأسية بتبعد والتصويبة تأتي، يا رب لم يسلم ولم يستسلم. الفيصلي يقلص الفارق ويريد أن يعود من بعيد في لقائه مع العميد. تغير اتجاهها، فهل يعود اتجاههم مرة أخرى؟ الكرة تستقر في الشباك. إيكو لا يحتفل لكنه يتمنى الاحتفال. البديل كابريرا، كابريرا تصويبة، شوف اللقطة، لم تكن هناك أي رقابة بعد إبعاد الكرة، كان وحيدا. تصويبة قوية، تغير اتجاهها. هل اصطدمت في فيانويفا؟ هل اصطدمت في فيانويفا؟ بالفعل في فيانويفا. من يحدد؟